بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فمرحبا بكم احبتي المشاهدين الكرام في هذه الحلقه التي يتجدد فيها اللقاء مع حضراتكم عبر برنامجنا المفتاح وضيفنا في هذه الحلقه كما بدانا في الحلقه السابقه مع استاذنا الدكتور طه حماد مخلف الجنابي عميد كليه العلوم الاسلاميه في جامعه الموصل اهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله استاذ محمد حياكم الله وسعداء بتجدد اللقاء مع جنابكم الكريم في حلقه هذا اليوم وكنتم قد فتحتم صفحه مهمه وصفحه لها تماس وعلاقه متواصله مع واقع الانسان وحياه الانسان وما يعيشه الانسان الا وهي قضيه الرزق في الحلقة الماضية تكلمتم عن مفهوم الرزق وكيف يفهم الانسان قضية الرزق والتعامل مع هذه القضية المحورية والجذرية في حياته وفي عيشه. وكنا مع مفاتيح الرزق، المفاتيح كما ذكرتم كثيرة وذكرتم في الحلقة التي سبقت شيئا منها. نود حقيقة أن نكمل هذه المفاتيح مع جنابكم الكريم، الكلام لكم. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار. حقيقه المفاتيح كثيره واحسنتم في هذه القناه المباركه عندما اخترتم عنوان البرنامج ان يكون المفتاح. نعم. يعني نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مفاتيحا للخير مغاليق للشر. امين ان شاء الله. اسلفنا سابقا اخي الكريم ان المفاتيح كثيره. وهذه المفاتيح يعني قد لا يستطيع المسلم ان ياتي بها كلها وانما يعني يحاول قدر الامكان ان يلم بشيء ببعض منها حتى ينال السعاده في الدنيا والاخره ومجمل ما ذكرناه في الحلقه الماضيه ينصب حول السعي والاستغفار. نعم السعي والاستغفار، الله سبحانه وتعالى عندما انزل ادم الى الارض امره بالسعي. امره بالسعي لانه لا يمكن ان يعني قد يرزق الانسان وهو جالس وهذا من فضل الله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب ومن هذه الاسباب أن نسعى في الارض نعم فقال تعالى وامشوا فامشوا في مناكبها نعم أمرنا الله عز وجل بالسعي وقال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى إذا يوسع الله عز وجل إذا ضيق عليك رزقك في مكان ما ف انتقل إلى مكان آخر حتى يوسع عليك في الرزق. يعني هذه قضية حقيقة جيدة، أن الإنسان قد ينتقل من عمل إلى عمل لاكتساب نعم. الرزق. نعم، وهذه مسألة مجربة حقيقة يعني. نعم يعني بعض الناس كان يعني رزقهم مقدر أو ضيق في في مكان، عندما تحولوا إلى مكان آخر وجدوا سعة وجدوا سعة من الرزق، مم. حتى في باب التوبة. إذا العبد عصى الله عز وجل في أرض فعليه أن يتحول إلى أرض أخرى وهذا يعني مدلل عليه بآيات وأحاديث كثيرة جدا كما تعلم أخي الكريم. نعم. أيضا يضاف إلى السعي الاستغفار واحنا ذكرنا هذا في الحلقة القادمة الماضية وذكرنا آيات من القرآن الكريم لكن الدليل الواضح أيضا في هذه المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث, من حيث لا يحتسب. يحتسب اذا قال عليه الصلاه والسلام من لزم الاستغفار ما قال من استغفر. نعم فال يعني يكون الاستغفار حالا ملازما له في كل شانه في في, في بيته عند وضوئه عند خروجه يكثر من الاستغفار ويلازم هذه الحال حتى يوسع عليه من الرزق. ما شاء الله. ايضا اخي الكريم مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق هو الدعاء. الدعاء. الدعاء، نعم يعني يعني الله سبحانه وتعالى اعلم بظواهرنا وخفايانا ويعلم السر واخفى. لكن يريد الله عز وجل ان تظهر فاقتك له. تظهر يعني حاجتك له. والله سبحانه وتعالى يعني يحب الملحين في الدعاء. نعم. ويعني الشيء العجيب الذي نراه من أدعية الأنبياء، مع أنهم من أكمل البشر أنهم يظهرون حاجتهم وتذللهم لله عز وجل. ولاحظ أخي الكريم إلى دعوة نبي الله إبراهيم نعم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء آه عندما جاء إلى مكة وهي بلد يعني آه غير ذي زرع، نعم دعا بدعوة لطيفة وجميلة واستجاب الله عز وجل لهذه الدعوة. رَبِّ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فكانت دعوه جميله واستجاب الله عز وجل لها وهذا البلد المبارك يعني نحن نشاهد اثار بركه هذه الدعوه الصالحه صدق على اهل مكه والمدينه. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأدعية التي تكون في الصلاة أو ما بين السجدتين أن نقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إذا الدعاء بالرزق يعني قضية مطلوبة مطلوبة نعم يعني لا يكفي أنه أن يعني تبيت النية في قلبك وإنما تظهر حاجتك إلى الله عز وجل كذلك أخي الكريم الدعاء هو ثمرة من ثمرات التقوى فالتقوى إذن مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: "ومن يتق الله يجعل, يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب." جميل. فاذا اراد المسلم ان ان يوسع الله عليه ويفتح عليه ابواب الرزق، عليه ان يلازم حال التقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا نعم عليهم بركات من السماء والارض. احسنتم، اذا حال التقوى اخي الكريم يعني حال عظيم جدا ويعني هو مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق. نعم. كذلك اخي الكريم من مفاتيح الرزق هو صله الارحام يعني وهذا باب يعني عظيم النفع وعظيم الفائده على المسلمين وكثير من منا مقصرون في هذا الجانب يعني وخاصه بعد انتشار وسائل التواصل يعني الاجتماعي يعني يعتقد انه هذا التواصل على هذه الامور يكفي يعني يغني عن الزياره لكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل فليصل رحمه اذا صله الارحام سبب عظيم من اسباب البسط في الرزق والبركه في الرزق وايضا اطاله العمر مع انه يعني مفهوم اطاله العمر له معنيان المعنى نعم. الاول أن يطيل عمره حقيقه نعم. والمعنى الثاني هو الذكر الحسن والثناء الحسن بعد الموت جميل أه يعني اما معنى حقيقي واما معنى مجازي نعم, نعم. اما اطاله العمر والعمر الحقيقي والاضافي هو الاثنان مقدران من الله عز وجل بالتاكيد هو اما بالثناء الحسن بعد بعد الموت ما شاء الله كذلك اخي الكريم مفتاح عظيم اخر من مفاتيح الرزق هو الشكر نعم وبالشكر تدوم النعم كما تعلم نعم والله سبحانه وتعالى وعد الشاكرين بالزياده لئن شكرتم لأزيدنكم, لأزيدنكم فاذا أرد اراد المسلم ان يزاد له في رزقه ويبارك له في رزقه فعليه ان يكثر من الشكر وال وال والدين كما تعلم نصفان صبر وشكر نعم والشكر لا يعني هذا الشكر اللساني فقط فالشكر له انواع الشكر باللسان والشكر يعني بالشكر اليد الانفاق وشكر العين النظر في المصحف مثلا وشكر الجوارح بطاعة الله عز وجل واستخدامها في في طاعة الله عز وجل لا ينصرف الشكر فقط على قول الشكر لله نعم هذا نوع من أنواع الشكر نعم جميل نعم لكن الشكر العملي له أبواب كثيرة وواسعة هذه حقيقة ملحظ جيد في بيان مفهوم الشكر بشكل عام يعني نعم لانه كثير من الناس يعتقدون انه بمجرد انه يعني يعني يكفي ان نقول شكرا وهذا نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا اليه نعم. وقال من ازدى اليكم معروفا فكافئوا فان لم تجدوا ما تفقولوا جزاك الله خيرا نعم فيعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم برد بالرد بالمكافاه بالمثل هذه العلاقة التواصلية الاجتماعية نعم. الراقية التي يعني يحددها المنهج القرآني ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يعني ألسنا بحاجة ماسة إلى إعادتها كواقع نعيشه وحياة نمارسها؟ نعم كثير من المفاهيم استاذ محمد يعني تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تصحيح يعني لهذه المفاهيم الخاطئة بين الناس يعني مثلا مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق هو النكاح نعم الزواج <applause> يعني الان تلاحظ كثير من الشباب. إلى الشباب كثير من الشباب عازفون عن الزواج بحجه انه ايش قله الامكانيات وقله المال وقلت <applause> لكن لا يعلمون ان الزواج سبب رئيسي من اسباب الرزق كيف ذلك ومفتاح من مفاتيح الرزق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله قال يعني حق ما حق العبد على الله يعني آه يعني هل للعبد حق على الله عز وجل يستغرب نعم يعني المسلم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق العبد على الله ان يعينه اذا اراد النكاح الاعانه الاعانه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول التمسوا الرزق في النكاح وهذه مساله مجربه كثير من الشباب اللي يريد يعف نفسه نعم ويتزوج الله سبحانه وتعالى يعينه حتى بعضهم قال عندما تزوجت فتحت علي ابواب الرزق يعني من من امور لم اكن اتوقعها ويرزقه من حيث لا يحتسب جميل يعني ما معقول انسان يريد يعف نفسه ويستكمل شطر دينه ورب العالمين لا يعينه حاشا لله ان يحدد النيه نعم يحدد نيته و يعني ذكرنا سابقا اخي الكريم موضوع التقوى ايضا ثمره من ثمرات التقوى يعني قراءه القران نعم وسبب من اسباب طرح الرزق في البيت وكثرة الرزق وبركة في البيت القرآن قراءة القرآن, جميل وهذا أيضا يعني يعني غفلنا عنه نحن كثيرا وبعضنا يعني ربما يقرأ فقط سورة الكهف في يوم الجمعة أو لا يقرأ لا يفتح المصحف إلا في شهر رمضان المبارك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ القرآن وأيضا ركز على يعني سور مخصوصة مثلا سورة البقرة والعمران نعم عليكم بالزهروين فإن أخذهما بركه وتركهما حسرة, حسره ولا تستطيعهم البطله فهناك اثار كثيره وارده ان قراءه القران سبب من اسباب الرزق في البيت جميل ان البيت الذي يقرا فيه القران يكثر خيره ان البيت الذي يقرا فيه القران يكثر, يكثر خيره يكثر خيره جميل ولاحظ اخي الكريم يعني كم من البيوت الان مقصره في هذا الجانب نعم يعني فقط النظر الى المصحف عباده وقال الرسول يا ربي نعم ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورة نعم هجر قراءته ايضا من الهجر هجر القراءه هجر التلاوه هجر التدبر هجر الاستشفاء بالقران الكريم نعم كان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالقران الكريم بالقل هو الله احد والمعوذتين نعم فهذا ايضا باب عظيم من ابواب الرزق وباب من ابواب الخير للعائله الكريمه المفتاح الاخر هو طلب العلم نعم يعني وهذا مساله يعني هذه مساله مجربه ومعروفه عند طلبه العلم الذين يبتغون بعلمهم وجه الله عز وجل في اي تخصص من التخصصات اي علم نافع نعم ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العالم ليستغفر له كل شيء حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في بحره لماذا لانهم انفسهم يستفيدون من علم العالم نعم فالطلب العلم له أجر كبير عند الله عز وجل وربما يرزق الإنسان به جميل وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا أخوان يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أخوان الأول يعمل ويحترف وأخوه يطلب العلم الأول يعمل ومشغول في العمل مشغول في العمل فجاء الأخ الأول قال يا رسول الله أنا أعمل كذا وأخي يحضر دروس العلم عندك فقال عليه الصلاة والسلام دعه لعلك ترزق به الله لعلك ترزق به ربما يكون هذا طالب العلم سبب من أسباب يعني البركة والرزق لك أنت أخي الكريم وهذه مسألة مجربة عند كثير من الناس أنه يعني وربما عادة من عادات الصالحين أنه إذا كان له أربعة أولاد أو خمسة أو ستة يجعل واحدا منهم لله عز وجل يفرقه في طلب العلم الشرعي نعم. وتعليم الناس الخير كي ينال به البركة نعم جميل كم يعني حقيقة بحاجة إلى إلى إعادة هذه المفاهيم إلى نشر وذيوع هذه المفاهيم في أسرنا في عوائلنا يعني هذه قضية العلم دكتور ألا ينبغي أن نقف معها وقفة متأملة حقيقة قد يتصور البعض أن هذه الدعوة إلى الكسل إلى الدعاء إلى الخمول إلى ترك العمل والاشتغال فقط في طلب العلم وفي الدراسة يعني كيف يفهم المسلم هذه القضية هل أن قضية ترشده إلى الانعزال عن الحياة عن الواقع أم أنه يتعلم لفترة حتى ينتج في الواقع بعد إكمال مسيرته العلمية نعم يعني كثير من الشباب اليوم يتصورون أنه طلب العلم يقتصر فقط على الأمور العلمية وليست الإنسانية مع أنه كل التخصصين مطلوبات يعني نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث قال من طلب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه الى الجنه لاحظ كلمه علم جاءت نكره وشموليه نعم. لتشمل كل انواع العلوم النافعه, النافعة. سواء نعم. العلم الشرعي العلم التطبيقي. التطبيقي كل العلوم التطبيقيه لها تعلق ايضا بعلوم الشريعه بالتأكيد ويعني كلها اذا كانت نافعه ايضا تدخل ضمن هذا المفهوم ف بتأكيد. لكن المشكله اليوم ايش خاصه في 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 بلداننا الاسلاميه أنه الخريجون كثيرون والكل يعني يرغب بالتعيين لانعدام إيش لانعدام فرص العمل الأخرى يعني إيه. انعدام فرص العمل في الزراعة في الصناعة فصار التوجه وين الجانب الوظيفي الجانب الوظيفي فهذا أيضا من من دعوة للمسؤولين أن يهتموا بالجوانب الأخرى لأنه الدولة غير ملزمة بتوفير يعني بتعيين كل الناس لكنها ملزمه بتوفير فرص العمل. نعم. في مجالات وتخصصات مختلفه. نعم، يعني اذكر يعني مقوله لاحد الاصدقاء يعني تخرج من كليه لكنه لم يتعين، لكن وجد فرصه عمل قال والله يا دكتور يعني انا لو في تعينت يعني ما احصل هكذا رزق. بالتاكيد. اذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يغلق كل أبواب الرزق يعني يفتح أبواب رزق مفتوحة سد عليك هنا يفتح لك أبوابا إذا أغلق عليك باب يفتح عليك أبواب كثيرة وهذا من من حكمة رب العالمين وفضله عز وجل ما سد الخلق بابا يعني إلا وفتح الخالق أبوابا جل جلاله تفردا بربوبيته وتعززا بألوهيته سنقف مع فاصل قصير ثم نعاود هذا الحديث الشيق والماتع مع جنابكم الكريم شاء الله أحبتي المشاهدين الكرام هذا فاصل ونواصل فابقوا معنا على بركة الله. نجدد الترحاب بكم أحبتي المشاهدين الكرام والحديث عن الرزق ومفاتيحه ومتعلقاته مع الاستاذ الدكتور طه حماد الجنابي عميد كليه العلوم الاسلاميه في جامعه الموصل نجدد الترحاب بكم استاذنا الكريم حياكم الله استاذ الحمد حياكم الله دكتور اخذنا ما يتعلق بالرزق مفاتيح الرزق يعني قد يسال البعض هل ثمة موانع تمنع الرزق او احيانا تقلل من الرزق يعني يسال الانسان عن هذا احيانا يجد بابا مسدودا يجد مانعا يمنعه من التحصيل والكسب. فكيف نفهم هذه الموانع؟ ما هذه الموانع؟ هل هناك فعلا موانع حقيقيه؟ نعم. تمنع من الرزق او احيانا تقلل من الرزق؟ نعم كما ان المسلم مطالب بمعرفه مفاتيح الرزق، ايضا هو يعني مطالب ومن باب الضروره ان يعرف يعني موانع الرزق. نعم يعني من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه يقع فيه. اذا ف... بدايه دكتور عفوا للرزق موانع نعم تمنعه اكيد او تقلله اكيد يعني الان خلينا نتصور هذه المساله بدايه ثم ننتقل الى هذه الموانع التي تمنع نعم اكيد انه الرزق له موانع تمنعه وربما تقلل من هذا الرزق او تقلل من البركه أه اولى هذه الموانع اخي الكريم هو الزنا عافانا الله واياكم. نعوذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وساء سبيلا، ساء سبيلا في الافراد، ساء سبيلا في الاعراض، ساء سبيلا في المجتمعات، ساء سبيلا في كل شيء. نعم. ولحد الان يعني الزنا له عقوبتان عقوبه دنيويه وعقوبه اخرويه. نعم. عقوبة هاي ملاحظة أنه انتشار كثير من الأمراض كالآيديز وغيرها نعم ويعني إحصائيات كثيرة يعني آلاف البشر أصيبوا بهذا المرض بسبب الحرام والعياذ بالله إحصائيات مخيفة حقيقة نعم وقد تصل إلى الملايين في الدول الغربية بسبب هذا المرض وسبب هذه الفاحشة وهذا ما أثبته الطب قبل أن يثبته يعني او مع اثبات الشرع لذلك يعني نعم الان المجال الطبي هو الذي يثبت هذه القضيه نعم حتى لا يعترض معترض فيقول أن هذه القضيه قضيه بعيده عن الشرع وليس للشرع ثمه يعني تداخل معها هذه قضيه طبيه تجري يعني جنبا الى جنب مع الجانب الشرعي يعني بالعكس سبحان الله يعني ما من شيء نهانا عنه رسول الله الا عليه الصلاه والسلام الا وفيه الشر صدقتم يعني يعني هاي البارحه ذكرتني استاذ محمد كنت اتكلم مع بعض الطلبه في موضوع حلاقه القزع نعم يعني يعني اقول لهم الان ثبت طبيا انه حلاقه القزع سبب من اسباب سرطان الجلد نعم، نعم. قالوا كيف قلت عندما الشمس تضرب راس الـ الـ الانسان ويعني الشعر في المنطقه العليا ما ما تصل الشمس وتضرب هذه المناطق التي ليس فيها شعر نهائيا حتى يعني نتصور هذه القضيه نهائيا ما فيها شعر ما فيها شعر <applause> تضرب الشمس هذه المنطقه فراح يصير خلل بتوزيع الدم بالاوعيه الدمويه وهذا سبب من اسباب سرطان الجلد. سبحان الله، اذا ما حذرنا صلى الله عليه وسلم من شيء الا وفيه نعم يعني ما نهانا رسول الله عليه الصلاه والسلام الا وفيه الخير لنا او الشر في هذا الباب. دفع الشر والمفسدة أيه عنا نعم. فالزنا والعياذ بالله لو سمحت لي ان اقرا حديثا آه نقله لنا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين. يقول سيدنا علي رضي الله عنه آه يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الزنا ست خصال في الزنا ست, ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ما هي ثلاث الدنيا؟ قال أما التي في الدنيا فيذهب فيذهب بهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر يذهب بهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر هذا في الدنيا وأما التي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار والعياذ بالله يعني الزنا له عواقب وخيمة أخي الكريم يعني من ضمن الحوادث التي أذكرها يعني ذكرها لنا أحد الصالحون قال كان هناك صديقان يعملان في التجارة فذهب إلى دولة أجنبية وفي طريق العوده مروا في على يعني دوله عربيه ايضا بات في احد الفنادق في هذا الفندق جاءت امراه بغي فعرضت نفسها عليهم اما الاول ففتح لها الباب واما الثاني فقال اني اخاف الله ولم يفتح لها الباب يعني رجعوا الى بلدهم يقول هذا الشيخ يقول فاما الاول الذي فتح الباب فهو في نزول مستمر سبحان الله نعم. مصائب كثيره مشاكل مع زوجته طلق زوجته يعني كان هذه اللحظه هي المحك واصيب بالفقر نعم مهم. نعم واما الثاني فهو في صعود مستمر بارك نعم. الله له في رزقه وفي عائلته فاذا مساله مجربه يعني الزنا يورث الفقر الزنا نعم. الزنا يورث الفقر نعم والزاني محجوب عن الله عز وجل و يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو هو مؤمن, وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نعم فإذا كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ساء سبيلا في كل شيء نعم نعوذ بالله المانع الثاني أخي الكريم هو نقص المكيال والميزان أن تنقص في المكيال والميزان المكيال والميزان هذا مانع من موانع الرزق نعم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر هذا في حديث طويل يعني ما نقص قوم في المكيال الا اصيبوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان المجاعه نعم نعم الفقر وهذا مساله مجرد في كثير من البلدان يتعامل يعني يعني يشتري ب ايش يعني كانه له مكيالان نعم له مكيال مكيال يشتري مكيال ويبيع بمكيال ويبيع بيمكيال بيمكيال والله سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة في سورة كاملة سماها سورة المطففين نعم فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, يستوفون, يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, يخسرون, يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم هذه الانتقال ما بين الدنيا إلى الآخرة نعم دائما القرآن كان يربط بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فذكرهم بهذا الموقف ذكرهم بميزان الآخرة حتى لا ينسوا ميزان الدنيا دور هذا المكيال يعني في كل شؤون حياتنا ليس فقط في يعني قضايا ما نشتريه و هذا يعني هذا الذكر القراني لقضيه التطفيف في المكيال لا. هل فقط ينصرف الى المكيال الحقيقي الذي يعني يكون على كفتين ام انه في كل امور حياتنا في كل شؤون حياتنا حتى في التعاملات الانسانيه في العلاقات الاجتماعيه لا. أن لا يكيل الإنسان بمكيالين يكيل لنفسه بمكيال وللآخر بمكيال ثاني هذا إحنا نسميه الإنسان المزاجي نعم أو يعني اللي هو طبعا نفاق لأن النفاق كما تعلم نعم. نوعين النوعين يعني هؤلاء نوعين نفاق أكبر هذا نفاق العقيدة والعياذ بالله نعم. ونفاق نفاق أصغر مهم. نفاق العمل يسمونه نعم. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان نعم. فأن تعامل الناس بوجه بي وتعامل الاخرين بوجه اخر يعني يعني هذا من التطفيف من المكيان. التطفيف يعني يجب ان تكون صاحب يعني موقف واحد مع الجميع ومع انه الايه نزلت في الميزان يعني لكن العبره ليست بخصوص السبب لكن بعموم اللفظ عموم اللفظ لا يمنع من تعديتها الى كل انواع نعم نعم يعني تذكر فيها هذه المسائل تدخل في في جميع شؤون الحياه فأيضا أمر آخر له تعلق بالمكيال والميزان هو منع الزكاة وما منع قوم زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين السنين إيش السنة يعني القحط والشدة والجفاف وهذا أمر مجرب أخي الكريم أنه البلدان التي تعطي زكاة أموالها يعني قد تأتي إليها موارد لم تكن تعلم بها تفتح يعني يفتح الله عز وجل عليها من الموارد ما لم يكونوا يحلمون به دكتور يعني من خلال هذا الكلام حقيقة الجميل من جنابكم الكريم يعني رسالة توجهونها إلى الأغنياء إلى إعادة الفكرة المتوازنة إلى إعادة المعادلة المتوازنة ما دفع قوم زكاة أموالهم يعني خذ من أموالهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الآن يعني حتى المعادلات الاقتصادية النظريات الاقتصادية يعني الان تنحى هذا المنحى انه قضيه الزكاه تسد الفقر ولا يعني تبقي فقيرا على ارض الواقع. نعم يعني هذه رساله ايضا من جنابكم الكريم نعم الى اغنيائنا الكرماء. نعم قطعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. نعم لكنه المطلوب من الاغنياء ان يعرفوا حق الله في مالهم وان الفقير عندما ياخذ من اموالهم سوف يؤدي هذا الى زيادة الرزق، وهذا ايضا مفتاح من مفاتيح الرزق الصدقة عملية تبادلية نعم يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له، إذا إذا أردنا المضاعفة في أرزاقنا فعلينا أن نكثر من الصدقة نعم ليس مفتاحا للرزق فقط، وإنما حتى نجاة من المهالك نعم صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء نعم وكثير من المشاكل قد تحل بسبب الصدقه نعم ولذلك عندما يستعصي امر على انسان نأمره باش نأمره بالصدقه حتى تحل هذه المشكله نعم فنصحح مفهوم ان الصدقه والزكاه لا تقلل من المال جميل يقول عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه من, صدقة من الصدقه نعم ما نقص مال من صدقه بالعكس الصدقه يعني تبارك المال وتنميه وتزكيه جميل فذكرنا اخي الكريم انه منع الزكاه هو يعني سبب من اسباب تقليل الرزق نعم. وربما سبب من اسباب الاصابه بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان ايضا. نعم. ايضا باب اخر يمنع من الرزق له تعلق بهذه الاشياء هو اكل الربا والعياذ بالله. نعم. من انتشر الزنا والربا والخمر في ارض في ارض الا رفع الله يديه من الخلق فلا يبالي باي واد هلكوا. فالربا كثير من الناس اليوم يعني يجوزون اكل الربا وياكلونه ويعتبرونه فائده. نعم. وهذه مساله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي زمان امتي يستحلون الحرام ويسمونه بغير اسمه. يعني الربا يسمونه فائده، الخمر يسمونه مشروبات روحيه، الزنا يسمونه متعه وهكذا. فعلينا ان ان نسمي الامور بمسمياتها الربا اخي الكريم باب عظيم من ابواب محق البركه ومحق الارزاق وما حارب الله عز وجل الا اثنين في القران الكريم اكل الربا ومن يحارب اولياء الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى فإل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وقال نعم وقال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. نعوذ بالله فإذا من الذي يأكل الربا كأنه يبارز الله عز وجل ويبارزه بهذه المعصية. والأمر الثاني هو المعاداة لأولياء الله عز وجل. من عادى لي وليا من يقول الله هذا في الحديث القدسي نعم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعوذ بالله. أي فعلينا ان نبتعد عن هذا اكل الربا وعن معاداه الاولياء. كذلك موضوع الرشوه. نعم. من يعني اكل الربا وانتشار الرشا بين الناس له اثر كبير في محق البركه. نعم. وقطع الارزاق. كذلك اخي الكريم موضوع اليمين الكاذبه. نعم. هذا ايضا سبب من اسباب قلة الرزق ومحق ال 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 البركة. اليمين الكاذبة ما معناه؟ معناه أن نحلف على هذه السلعة كذبا وبهتانا. إذا اليمين الكاذبة أن نحلف على السلعة كذبا وبهتانا. نعم. حقيقة دكتور يعني هذه قضية اليمين الكاذبة قضية مهمة، لهذا سنقف معها إن شاء الله تعالى بعد أن تسمح لنا أن نأخذ فاصلا نعم قصيرا. نعم. احبتي المشاهدين الكرام فاصل ونواصل الحديث معكم ابقوا معنا. نجدد ترحابنا بكم احبتي المشاهدين الكرام وهذا الحديث عن الرزق ومفاتيحه وموانعه او ربما الاسباب التي تقلل من قضيه الرزق نسال الله تعالى ان يوسع علينا وعليكم الارزاق بالحلال امين اللهم امين, آمين. وضيفنا الدكتور طه الجنابي حياكم الله مره اخرى حياك. دكتورنا الكريم ذكرتم قبل الفاصل قضيه الايمان او الحلف الكاذب آمين. اليوم رساله توجه من خلال هذا المنبر الاعلامي الكريم ومن جنابكم في هذه القضيه كي نفهمها بشكل ادق وبشكل يحذرنا من هذه القضيه الخطيره والسيئه حقيقه التي ربما يغفل عنها الانسان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليمين الكاذبه يعني نلاحظ الان في كثير من التجارات، في كثير من المحلات يعني كثره الحلف في البيع وهذا يعني امر مجرب يعني يعني معروف عند الكثير وصار عاده على لسانهم على الصغير والكبير آه يعني سواء حق او باطل هو يحلف ولذلك يعني كان سيدنا ابو حنيفه رحمه الله كلما حلف يتصدق يحلف صادقا يحلف صادقا ويتصدق يتصدق حتى يعني يتخلص من هذه العاده انه لا يحلف فما بالك إذا كانت اليمين كاذبة ويمين فاجرة ويحلف بالله <applause> ويحلف بالله عز وجل جاء في الحديث اليمين الفاجرة تذهب بالمال أو تذهب المال اليمين الفاجرة تذهب بالمال وفي رواية تذهب المال صلى الله العافية واليمين الكاذبة يعني تخرب الديار وتذر الديار بلاقة منفقة للسلعة لكنها ممحقة للبركة جيد هذه رواية أخرى أيضا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة نعم ممحقة للبركة جميل صحيح يعني ربما إذا حلف سلعة تمشي لكن ستذهب بركة هذه السلعة وهذه التجارة عنه ف أحد التابعين يقول أحد التجار يقول له اتق الله ولا تحلف في البيع فيعني انك ان حلفت ستذهب بركه رزقك. اذا اردت شيئا من التفصيل اخي الكريم في مساله اليمين العلماء قسموا اليمين الى ثلاث اقسام. يمين منعقده ويمين كاذبه ويمين منجزه. يعني او كما ورد في كتب الفقه اليمين الكاذبه هي التي تحدثنا عنها الان هي اليمين الغموس. نعم يعني سميت بالغموس لماذا لانه تغمس الحق أو تغمس صاحبه في نار جهنم نعم والعياذ بالله نعم وهي اليمين التي يقتطع بها الانسان حق غيره من الناس جميل يقول والله هذا حقي وهذا كذا وهو ليس كاذب فيها وهي ليست بحقه نعم فسميت يمينا غموسا لانه تغمس صاحبها في نار جهنم صلى الله العفو والعافيه نعم احسن الله عليكم دكتور دكتور هذه قضايا احيانا يعني على الامور البسيطة، على الامور اليسيرة تجد هناك من يغلظ الايمان ويعقد الايمان ويعني تجد انه كانما يحلف على شيء فيه يعني نجاته او فيه صلاح حاله، لكن تجد ان المسألة يسيرة جدا، وبالتالي تجد انه يعني قد كذب في يمينه نعوذ بالله. نعم هذه الرساله وهذا التي توجهونها عن هذا السبب من اسباب سخط الله عز وجل على على هذا العبد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم من ضمنهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب نعوذ بالله المنفق سلعته بالحلف الكاذب, الكاذب فاذا اليمين الفاجره او اليمين الكاذبه سبب من اسباب قله الرزق او او محق البركه من الرزق نعم النوع الثاني من انواع اليمين اليمين الذي يحنث في اليمين نعم يعني اليمين المنعقده نعم يعني مثلا انا حلفت قلت والله لا ادخل بيت فلان نعم انا حلفت هذا يمين نعم لكن رايت بعد ذلك رايت من الاصلح ومن الاوفق ومن الاحسن ومن باب صله الارحام ان ازور فلان نعم. وهو قريبي فإذا هو الحل، هو المخرج. نعم، إذا زرت هذا الصديق، يعني أنا حنث بهذا اليمين، فماذا ينبني عليه؟ تنبني عليه إيش؟ كفارة يمين. نعم. كفارة اليمين كثير من الناس فاهمينها خطأ. مباشرة يقول صوم, صوم ثلاث أيام. إذا ليست على صيام ثلاث أيام مباشرة. آه هناك قبلها أمور. يعني الله سبحانه وتعالى يقول، فكفارته إطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. نعم اذا فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام. يعني من لم يجد هذه الثلاثه آه ينتقل. اذا ال 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 الواجب هو هذه الثلاثه وانت مخير في هذه الثلاثه. كفاره الحنث باليمين اذا حلف الانسان ثم حنث بيمينه عليه اولا ان يطعم عشره مساكين. نعم. يشوف عائله مكونه من عشره افراد او عائلتين من خمسه خمسه. ويصنع لهم طعاما أو كسوتهم ملابس زائدة عنده يتصدق بها على هؤلاء العشرة أو عتق رقبة عتق الآن ما موجود فأنت مخير في هذه الثلاثة إذا لم تستطع أن تكفر عن يمينك بهذه الثلاثة يكون الواجب معينا وهو إيش صيام ثلاث أيام جميل وهذه مسألة كثير من الناس يعني اج احلف واتراجع عن يميني واصوم مباشره ثلاث ايام اصوم ثلاث ايام اذا ليس هذا هو المخرج الابتدائي نعم هذا مخرج يعني تبع نعم اذا المخلص من اليمين والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه جميل هذا مخرج يعني جميل ومخرج شرعي انه دائما الشريعه توجد لك البدائل حتى لا تقع الناس في حرج ورفع الحرج والسماحة واليسر مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة نعم أيضا من, من الأشياء التي تقلل الرزق وتمحق البركة في الرزق هو الكذب 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 يعني الكذب في البيع الكذب في, 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 في الأقوال الكذب في الأفعال المؤمن قد يقع في معاصي لكنه لا يكذب نعم قالوا يا رسول يسرق المؤمن قال يسرق وقد يعني يقع في 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 شهوة لكنه قال المؤمن لا يكذب نعم وورد آثار أنه الكذب يمحق الرزق سبحان الله الكذب يمحق الرزق والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق في في البيع والشراء في التجارة قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا نعم فإن صدقا وبينا وبينا بورك لهما في بيعهما نعم وإن كتما وكذبا محقت, محقت بركه بيعهما فالمسلم مطالب ان يكون صادقا في في بيعه وفي شرائه وان لا يكثر من الحلف يعني يتجنب هذه العاده السيئه والله هي عليه هذه هي السلعه بكذا وهي وهي اقل يعني جميل يعني غير مضطر للحلف. نعم. نعم ايضا يعني مانع من موانع الرزق هو الاحتكار 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 يعني كثير من الناس وهذا حديث ربما حفظناه في كتب الابتدائيه لا يحتكر إلا خاطئ إلا خاطئ, إلا خاطئ <متصفيق> يعني كثير من التجار من يسمع هذا الحديث يقول هو يعني كانه يستسهل لفظة خاطئ نعم لكن الخاطئ هنا يعني جريمة كبرى يقول الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايش؟ خاطئين كانوا خاطئين يعني مجرمين اذا الاحتكار ليس شيئا عابرا يعني نعم الـ الـ هناك فرق بين المخطئ والخاطئ نعم الخاطئ يعني بتعمد نعم والاحتكار جريمه ولذلك لو سمحت علي ان اقرا لك بعض نعم النصوص والاثار في هذه الجريمه يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس اعوذ بالله يعني مرض وافلاس سبحان الله ليش؟ لانه يعني كان يتصور انه هذا باحتكار الطعام على المسلمين راح تزيد امواله لكنه الله سبحانه وتعالى عاقبه بنقيض قصده. نعم. من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. لانه من مقاصد الشريعه في قضيه الاسواق والتجاره هي رواج المال. نعم. ليس احتكار المال وليس فهذا قد صادم يعني المقصد الشرعي صحيح من هذه القضية وأيضا الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسعر الأشياء نعم في زمانه هذا, هذا الأصل هذا الأصل ورد في الآثار أن المسعر هو الله عز وجل نعم لكنه إذا رأى الإمام أو الحاكم استغلال بعض التجار نعم للتجارات والتسعير سيوجد يعني خللا نعم ربما بعض يجوز له ان يتدخل فيسعر هذه البضاعه نعم ايضا روايه اخرى من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئت منه ذمه الله عز وجل من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئت منه ذمه الله عز وجل اي خطر يوقع نفسه من نعم احتكر على الناس المحتكر ملعون والجالب مرزوق لاحظ شوف هذا ايضا من مفاتيح الرزق الذي يجلب البضائع للناس ولا ولا يحتكرها يعني مرزوق يرزقه نعم الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل كأنه آه هكذا. نعم ليش؟ هذا دليل على الايمان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه ما ويحب لنفسه فاذا انت تحب الرزق لنفسك تحب للناس الله سبحانه وتعالى يرزقك. تريد ان تحتكر على المسلمين طعامهم ايضا يعني تصاب باللعنه وربما بالجذام وبالافلاس والعياذ بالله عز وجل. نسال الله العفو والعافيه. يعني هل هناك موانع اخرى تمنع الرزق نعم من ضمن الموانع هي الغش 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 يعني الغش في البضائع ولذلك وردت اثار انه تقول غبن المسترسل ربا يعني شخص مسترسل يجي يدخل السوق ما يعرف الاسعار نعم وتعرف انت هذا يعني بالمصطلح الدارج نسميه غشيم نعم. فلا يعرف الاسعار الاسعار فربما يعني يتحايل عليه بعض التجار ويبيع يبيعه الحاجه ربما بخمسه او عشر اضعافها وهذا ربا يعني غبن المسترسل ربا نعم. لذلك عليه ان يوضح هذه السلعه ان يوضح اسعارها ولا يتعامل بالغش لانه الغش سبب من اسباب منع الرزق ومن اسباب محق البركه. ايضا سبب اخير من اسباب تقليل الرزق او محق البركه في الرزق هو التجاره في المحرمات. نعم. تجاره المحرمات، تجاره اللحوم المحرمه، تجاره الاشربه المحرمه، نعم. المخدرات، كل تعامل بهذه المحرمات هو سبب من اسباب قله الرزق، وسبب من اسباب محق البركه في الرزق. نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يعني نعم يعني بعض الناس يتصورون إنه هذه إحنا يعني كبني إسرائيل عندما حرمت عليهم أشياء فباعوها وأكلوا ثمنها نعم يعني بعض الناس يعتقدون يقول لك أنا ما أكل لحم الخنزير لكن أبيعه وأكل ثمنه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي التحريم سواء نعم يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لذلك هذه دعوة لكل الناس ان يعني يجدوا يعني الرزق الطيب الحلال ويبتعدوا عن الغيش والكذب والحلف الكاذب وكل الامور التي ربما يعني تقلل الرزق او تمحق البركه في الارزاق. ما شاء الله احسن الله اليكم دكتور، يعني هذا العد للموانع وضعنا امام حقيقه وضعنا أمام صورة واضحة فيما ينفعنا وفيما يضرنا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في ثنايا حديثكم الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا على خير يعني إلا وفيه نفعنا نعم وما حذرنا من شر إلا وفيه يعني مضرتنا أو إرادة السوء بنا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمته عليه الصلاة والسلام بيّنت لنا مواضع الشر ومواضع الخير. دكتور من خلال هذه الدقائق الاخيره من حلقه اليوم والتي مضت يعني سريعه حقيقه مع جنابكم الكريم كيف توجهون المنظار الصحيح، الرؤيه الثاقبه لكل انسان كيف يتعامل مع الرزق وكيف يتعامل مع الرزاق جل جلاله. نعم أه حقيقه يعني احنا عرضنا الان مفاتيح الرزق وعرضنا موانع الرزق المسلم يعني مطالب بان يبتعد عن موانع الرزق كليا نعم واما مفاتيح الرزق ف يعني لا يستطيع الاحاطه بها جميعا لكن يفضل ان ياخذ ببعضها جميل. وهذا مصداق لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام أه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فاجتنبوه وما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. جميل. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما المحرمات يستطيع الانسان ان يتركها لان الترك اسهل من الفعل. نعم. الترك اسهل من الفعل. هذا اولا. ثانيا المسلم ان يكون عليه ان يكون بصيرا بامور دينه وخاصه في امور المعاملات في البيع والشراء ولذلك اذكر اثر لسيدنا عمر رضي الله عنه قال يعني لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. جميل. لا يبع في سوقنا إلا من تفقه. اه لأن هذا باب عظيم من أبواب الرزق، وباب عظيم من أبواب النفع للناس. نعم. فإذا أردنا أن يعني ندخل في هذا الباب علينا أن نتفقه في في المعاملات في البيع والشراء. يعني كثير من عندما تذهب إلى طبيب تسأل عنه، عندما تريد أن تشتري سيارة تسأل عنها. وكذلك عندما تريد ان تعمل في التجاره فاسأل فاسأل عما ينفعك وعما يضرك نعم ونسأل اهل الخبره واهل الصلاح وان لا يعني ننساق وراء الـ الـ الناس السيئين لانه يعني في هذا الباب يعني يدخل ايش؟ يدخل الكثير من الناس النفعيين وأهل نعم المصالح وربما ينصحونك بنصيحه لا ترضي الله عز وجل بهذا الرضا يعني لله عز وجل في السؤال عن الخير يعني من هنا ننتقل الى الشطر الثاني من السؤال كيف يعني نفهم التعامل والعلاقه مع الرزاق جل جلاله بعد ان اخذنا باسباب الرزق نعم الرزاق يعني من يعني معناه كثير الرزق نعم يعني هناك رازق قد يوصف به البشر لكن الرزاق كثير الرزق لا يوصف به الا الله عز وجل فيعني علينا ان لا نعتمد على الاسباب وننسى مسبب الاسباب نعم يعني قد قد يضيق الله عز وجل عليك بابا او بابين وهذا من حكمته وكما ذكرنا سابقا ان من عبادي من لا يصلح الا الفقر ولو اغنيته لطغى نعم ومنهم من لا يصلح الا الغنى ولو افقرته لطغى فاذا علينا على المسلم ان يكون يعني في جانب الرضا عن القدر في كل احواله النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن ليش؟ لأنه يتعامل مع الرزاق يتعامل مع الله عز وجل لا يتعامل مع الرزق فلذلك أحد الصالحين قيل له لقد نقص السعر نقصت الأسعار في الأسواق وهذه مصيبه كذا فلم فلم يأبه قالوا قالوا لماذا لم تأبه لهذا؟ قال لأنه لأني عرفت الله عز وجل رزاقا في كل شيء. نعم الآن كثير من الناس صعد السوق نزل السوق، صعد الدولار نزل الدولار. منعه عطاء وعطاؤه عطاء. نعم يعني أن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الدين والإيمان لا يعطيه إلا لمن يحب. نعم فإذا حصل الإنسان لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وإيمانا بالله عز وجل ويعني كان ايمانه سليما فلا يضره ما فاته من الدنيا المال غاد ورائح, ورائح نعم فعلى المسلم ان يحمد الله عز وجل على النعم الكثيره التي اعطاه الله عز وجل اياها وفقير من يعتقد انه يعني ان ان المال يكفي نعم فقير من يعتقد ان المال يكفي في كل شيء فالمال هو سبب من اسباب الوصول الى رضا الله عز وجل احسن الله اليكم دكتور وشكر الله لكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يمد في عمركم على حسن الطاعة والعمل لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان في نهاية هذه الحلقة والتي بدأتها في حلقة سابقة عشنا معها مع قضية الرزق بمفهومه بمفاتيحه واليوم بموانعه أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل خير بارك الله بك أستاذ محمد وشكرا لقناة الموصلة لهذه البرامج الهادفة والاجتماعية نسأل الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتكم. امين اللهم امين، كذا الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين الكرام، آية عظيمة نقف معها في كل شؤون حياتنا وسيما في قضية التعامل وفهم الرزق فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اسال الله تبارك وتعالى ان يوسع علينا ارزاقنا في كل نواحي الحياه وفي كل مجالاتها الى ان نلقاكم في حلقه قادمه الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته